صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. العنوان الرئيسي في صحف بيروت: ما زال الإرهاب الذي يضرب المنطقة والعالم، وطاول الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. هذا العنوان محور لقاء اليوم مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ جورج سراج، والذي سأطل معه أيضا على ملفات أمنية لبنانية، رئاسية، حكومية، نيابية واقتصادية. صباح الخير أستاذ سراج. صباح النور وسهلا بكم وتنعاد عليك. ألف خير، نعاد عليكم بالصحة والسلامة على كل المشاهدين. من وحي الوضع الأمني بالمنطقة ككل، بلبنان يمكن بشكل خاص، ولكن أيضا بالمملكة العربية السعودية، سنبدأ الحلقة بكاريكاتير أرمى حمصي بجريدة النهار. رسم روزنامة حملت أوراقها عبارة عيد سعيد وقد احترق جانب منها، يعني هون يمكن بصح القول عيد بأي حال عدت يا عيد. قراءتك أستاذ سراج بداية لما يجري بالمنطقة بشكل عام وبالسعودية، وبعدين نوصل على لبنان. اللي عم بيصير بالمنطقة هو له أكثر من جانب، يعني هناك معركة مع الإرهاب وهناك معركة بعيدا عن موضوع الإرهاب، هي معركة دولية إقليمية بكل بلد من بلدان المنطقة. على الصعيد الإرهابي يعني مبين لحد اليوم أنه كل دول العالم بما فيها أمريكا وروسيا وإيران والسعودية وكل الدول هي تعلن يعني الحرب على الإرهاب، ولكن عم نشوف نحن أنه مش كل الناس عم بتحارب الإرهاب. يعني روسيا يلي هي أعلنت أنه أجيت على سوريا من أجل المشاركة مباشرة في ضرب الإرهابيين، شفناهم أنه ما ضربوا الإرهابيين ولكن ضربوا المعارضة السورية سواء المعتدلة منها أو المتشددة منها. حتى الأمريكيين يلي شكلوا التحالف من سنين لحد اليوم عم نشوف نحن ضرباتهم ومطارداتهم هي مطاردات خجولة وهي منا حاسمة. ما في قرار على الصعيد الدولي بالقضاء على الإرهاب وما يسمى داعش وأخوات داعش، على رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مرارا أنه أولويتها الأولى هي محاربة داعش وليس أي شيء آخر. هذا الإرهاب كل ما بدنا نشوف نحن من اليوم وطالع نمط جديد بالعمليات الإرهابية، كل ما عم يخسروا أراضي الإرهابيين عم بيجربوا أنه هن يردوا بالأمن، مش بس بالمنطقة، حتى خارج حدود المنطقة بأوروبا، وإذا قدروا بأمريكا ما رح يأثروا ولا بأي هل مكان. هالشي تاليا يستدعي أنماط جديدة من المواجهة؟ يعني إذا كان الإرهابيون سيعمدون لأنماط جديدة من الردود، هذا تحدي كبير. التحدي الأمني هو تحدي كبير. يعني أجهزة الاستخبارات يعني كل دول الكبرى موجودة بالمنطقة يعني متابعة ورصد وجمع المعلومات عن الإرهابيين وحركاتهم ومطاردتهم والتنسيق مع الأجهزة القائمة في الدول المعنية من أجل أنه يخففوا من العمليات الأمنية يلي ممكن يكونوا فيها. نحن عم نشوف أنه بلبنان عم بيصير فيه، بعيدا عن أي مبالغة أو أنه يعني عم نطمن الناس، فعلا أنه في إنجازات كتير كبيرة عم بتصير. السجون صارت مليئة بأعداد كبيرة من الخلايا الإرهابية والشبكات الإرهابية اللي كانت عم بتحاول أنه تضرب هون أو هون، سواء بأمر مباشر من داعش أو بأمر عمليات يعني على مجموعات أصغر. صاروا الأوروبيين، وهذا شيء مهم، صاروا عارفين تماما ومتأكدين أنه خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، خط الدفاع الأول عن الأمن الأوروبي يبدأ في المنطقة، يبدأ في لبنان وفي الدول المجاورة. ولذلك من هون عم نشوف نحن أنه عم بيصير في تكثيف للزيارات الدبلوماسية والأمنية. طبعا الزيارات الأمنية بتضل بعيدة عن عن الأنظار المخابراتية، ولكن الحركة الدبلوماسية كثيفة باتجاه لبنان ودول المنطقة في إطار تعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة الإرهاب. وجاي وزير خارجية فرنسا. تنين ثلاثة، وموجود اليوم مسؤول إدارة السفير السفير بون موجود اليوم بلبنان للهدف ذاته. إذا بدك نرجع نحكي من فصل رح نرجع نحكي بهالموضوع. اليوم الصحف أبرزت موقف خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز بكلمة بمناسبة عيد الفطر أكد فيها أن السعودية بحسب جريدة الشرق الأوسط عاقدة العزم على الضرب بيد من حديد على كل من يستهدف عقول وأفكار وتوجهات شبابنا، وقال إن على المجتمع أن يدرك أنه شريك مع الدولة بجهودها وسياساتها لمحاربة هذا الفكر الضال. بالمملكة العربية السعودية استهدف الحرم النبوي الشريف، يعني شو هي الرسالة من وراء استهدافه، وبالتالي أي أو ماذا يجب على قيادة المملكة أن تفعل؟ هون موضوعين منفصلين. أولا أنه العمل الإرهابي هذا بيأكد مرة جديدة وقت بيستهدفوا الحرم النبوي الشريف، هذا بيأكد مرة جديدة أنه هؤلاء الإرهابيين لا دين لهم ولا إله لهم ولا طائفة ولا مذهب ولا وطن ولا أي مرجع الآخر، الإرهاب في سبيل الإرهاب. هيدي من ناحية. من ناحية أخرى المملكة العربية السعودية منو شي سر هي من سنوات طويلة هي تعاني من بعض هالمجموعات المتشددة، وهي كان عندها برنامج يقوم على يعني شقفتين. شقفة أولى كان المواجهة الأمنية المباشرة، وتعرض ولي العهد الأمير محمد بن نايف إلى محاولة اغتيال منذ سنوات على يد الإرهابيين، فالمملكة شنت حرب كبيرة أمنية على هؤلاء الإرهابيين وتمكنت من أنه هي تسيطر على أي حركة إرهابية كبيرة ممكنة. ومن ناحية أخرى كمان قامت بحملة واسعة ونجحت فيها إلى حد كبير في على صعيد الفكر وعلى صعيد توعية هؤلاء الشباب تما ينخرطوا أو تيتوبوا يرجعوا من الطريق اللي ضلوا فيها فكر ودين يرجعوا إلى الصواب من خلال محاضرات ومن خلال إرشادات ومن خلال توعية ومن خلال تحفيز لألون يعني لإعادة دمجهم بالمجتمع. ولي العهد الأمير محمد بن نايف كان أكد بحسب رئيسية الحياة أنه أمن المملكة العربية السعودية بخير وهو بأعلى درجاته وكل يوم يزداد قوة، وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرص أبنائه وإصرارهم على تطهير الوطن. يعني ولكن البعض أستاذ السولاج بيعتبر أنه أو يتهم المملكة بأنها هي من تمول هؤلاء الجماعات. هي تمول هؤلاء الجماعات لا يضربوها بقلب السعودية، أكثر دولة هي عم بتحارب يعني. وبلبنان عندنا العديد من القيادات ما هي اليوم السياسية. شوفي أنت كل القيادات السياسية ليس في لبنان الأمر فقط، وإنما في كل العالم العربي بتشوفي أن كل اللي هن ماشيين بالخط السياسي السعودي هن قوى معتدلة وليست قوى متطرفة، والولايات المتحدة الأمريكية شريك مع السعودية على الصعيد الاستراتيجي السياسي، فلازم تكون كمان الولايات المتحدة هي راعية الإرهاب وممولة للإرهاب. على كل حال الإرهاب ضرب المملكة العربية السعودية، أمن المملكة هو منه يعني مش معناته أنه فرط أمن المملكة، لأنه شفنا ضربوا بباريس ضربوا ببلجيكا. هذا ما بيعني أنه أوروبا يعني كمان أنه ما بقى فيها أمن ما بقى فيها استقرار. الرئيس تمام سلام بحسب ما ذكرت اللواء غادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ونقل تضامن لبنان للمسؤولين ضد الاعتداءات الإرهابية يلي ضربت المملكة. على علمك وجوده بالمملكة العربية السعودية سيقتصر على هذين العنوانين أم سيكون العنوان السياسي أيضا محور اهتمام؟ لنكون صريحين نحن أنه ما في شيء تغير بموقف المملكة من السياسة الداخلية اللبنانية. نعم. بعد الأمور مجمدة، السعوديين بهذه المرحلة ما بدون يعملوا شيء بلبنان، ما بدون يتعاطوا بالملفات اللبنانية، وتركين حرية الخيار للبنانيين. هذا الشيء بتشوفه بسهل أو بعقد الأمور؟ يعني الموضوع مش عند اللبنانيين ولا عند السعوديين لوحدهم. نعم. الموضوع اللبناني هو مرتبط بالنزاع ككل بمنطقة الشرق الأوسط. يعني اليوم الإيراني اللي هو استفاد من حالة من انكفاء إدارة الرئيس باراك أوباما بالشرق الأوسط وعدم استعماله للقوى العسكرية وعدم يعني الإيفاء بالتزاماته وتعهداته وتراجع عن الخطوط الحمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، خلى شجع إيران أنه هي تتمدد بالمنطقة
وانه يعني تروح الى حتى توصل على البحر الابيض المتوسط. فالخلاف الكبير هو بين اذا بدك السعودي الايراني هو اللي مجمد كل شيء بلبنان. ما فينا نقول انه السعوديه هي مجمدة كل شيء بلبنان، ولكن النزاع بالشرق الاوسط جمد الوضع اللبناني، لانه كل الملفات صارت مترابطه ومتشابكه. اي حل بده يكون حل شامل، ما بقى في حل جزئي. اليوم بجريده الجمهوريه بالافتتاحيه رايتم ان الاجواء الاقليميه والدوليه ما تزال مسدوده الافاق امام معالجه الازمات هنا وهناك وهنالك. فاذا انطلاقا من هذه القراءه، ما هو عنوان مرحله ما بعد العيد في لبنان تحديدا؟ مرحلة ما بعد العيد يعني في عم بيحكوا بالنفط وعم بيحكوا مراسيم تنظيمية ومجلس وزراء وإلى آخره، يعني موضوع هو لملء الوقت الضايع ويعني تقطيع هذه المرحلة واستمرار ربط النزاع. المشكلة الأساسية اليوم عندنا هو نظام الدولي، هل نحن بدنا نحافظ على نظام الدولي؟ هذا السؤال الأساسي. إذا بدنا نحافظ على نظام الدولي بالأول لازم ننتخب رئيس للجمهورية. نعم. انتخاب رئيس للجمهورية بهذه المرحلة ما زال غير متوافر، يعني الأسباب التي منعت انتخاب رئيس من سنتين اليوم بعدها هي ذات الأسباب، ما في شيء تغير على الصعيد التكتيكي. ولو بلبنان صار في تغييرات من هلا يلي عم بصير هو التالي، اليوم على الصعيد المحلي في حركة محلية عم بيجربوا، إن كان من عند الرئيس بري أو من عند دكتور سمير جعجع أو الأستاذ وليد جملاط في أو الرئيس سعد الحريري، في حركة تنشوف إذا فينا نقطع انتخابات رئاسية قبل ما نفوت بالانتخابات الرئاسية بأمريكا. العماد ميشيل عون مرتاح، هو إذا بتقعدي معه جو هيك مرتاح أنه موضوع هو متفائل في موضوع ملف الرئاسي، يعتبر أنه مسألة وقت. ولكن من ناحية تانية في كتير من الأمور يلي بتدل أنه الأفق مسدود. يعني إذا جينا أخذنا الملف السوري بهني ربطوا انتخابات الرئاسية اللبنانية بمصير المعارك اللي دائرة بسوريا. اليوم بسوريا شفنا انه فاتوا بستاتيكو، الوضع مجمد بسوريا، وقفت الامور على حالها. لا الروسي عنده استعداد انه هو يسمح للايرانيين او الاسد باكمال معركه عسكريه للحسم، ما قادرين حدا يعمل شيء لا بحلب ولا بغير حلب. اذا الوضع على حاله مجمد، ليش بده انه هون بلبنان بده يتحرك الوضع؟ إضافة لذلك أنه الشيء الأساسي معروف عادة أنه بس الولايات المتحدة الأمريكية بس تفوت بمرحلة انتخاباتها الرئاسية فكل الملفات الأساسية حول العالم تتجمد، لأنه الكل بده ينتظر. واليوم هلأ إن كان الإيراني ولا السعودي ينتظر من هي الإدارة الأمريكية الجديدة تيعرف على أي أساس بده يبني حساباته وكيف بده يتعامل مع الإدارة الجديدة. المشكلة أنه الإدارة الجديدة مش أول ما توصل بتبلش، يعني كمان يلزمها أشهر لتعيد النظر بالملفات. صحيح، ما هذا اللي عم نقوله أنه هل الوضع مجمد؟ رحنا على 2017 ما في شيء، في محاولات لبنانية لا إيجاد يعني أي مخرج من الممكن أنه يعملوا خرق يعني وياخذوا إذا بدك لو بأي طريقة أنه نقطع هالاستحقاق الرئاسي، ولكن مع الأسف أنه ما حدا مستعد. ما بيقدروا يفوتوا بهذا الموضوع، خاصة وأنه إيران التي تملك أو تعتقد أنها تملك الكثير من الأوراق في المنطقة وربطتهم ببعضهم، ولا تريد هي تعتبر لبنان هي ورقة من الأوراق اللي هي ماسكتها كان بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن ولا بأي محل آخر، وهي ليست مستعدة أن تنازل عن هذه الورقة إلا بمقايضة مع الأمريكيين، مع الإدارة الأمريكية الجديدة. ماذا تريد إيران بهذه المقايضة والمواضيع الأخرى؟ نتابع نقاشة بعد ما نتوقف مع أول فاصل. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية. إذن كنا نتحدث عما تريده إيران بالمؤايدة يمكن من الولايات المتحدة أو ربما من السعودية بالموضوع اللبناني تحديدا. أسعد بشارة اليوم بالجمهورية كتب ما يشبه هذا الكلام بالقول إن هنالك رفض سعودي للمؤايدة بين انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وإعطاء ضمانة ببقاء الأسد في سوريا.
هذه هي المعايضة يعني التي تريدها إيران برأيك؟ لا إيران طبعا أكثر من هيك بكثير اللي بدها إياه إيران، يعني كل الحرب بالمنطقة مش بس على هذه النقطة. بالموضوع اللبناني إحدى النقاط من الممكن أنه سبتوا لنا رئيس بسوريا، من بنسمح بأنه تنتخبوا رئيس بلبنان، هذه قد تكون يعني إحدى النقاط التفاوضية التكتيكية. ولكن على الصعيد الاستراتيجي اليوم شافت إيران أنه اتفاق سايكس بيكو انتهى وانهار، اليوم هناك توجه إلى اتفاق جديد يعكس موازين القوى العالمية الجديدة بين الروس والأمريكان وبين يعني السعوديين والإيرانيين. إذا بدك إيران تطمح أنه يكون هي الاعتراف فيها من بعد اعتراف فيها كقوة نووية سلمية، الاعتراف فيها كقوة إقليمية سياسية عسكرية مؤثرة يأمنوا لها مصالحها، بدأ تأمين مصالحها وبدأ تأمين نفوذها على صعيد الشرق الأوسط ككل. ولكن يعني هذا الأمر هذا الإيران اللي بده إياه، ولكن بدك تشوفي بذات الوقت وين هالمصلحة تتضارب مع الأمريكيين أو مع الروس. نعم يعني من أجل ذلك ما في تلبية لما تريده إيران بعد يعني سايكس بيكو يلي وزع النفوذ على المنطقة ورسم الحدود السياسية في المنطقة وليس جغرافية، يعني هذه لنوضحها. اليوم كذلك الأمر في إعادة رسم للجغرافيا السياسية بالمنطقة، وإيران تريد أن يكون لها يعني الكلمة الأولى واليد الطولة. عم بتحاول لحد اليوم بتسأليني نجحت إيران؟ بقولك لا ما نجحت إيران لحد اليوم، ما شفنا نحن أنه قدرت إيران تحسم بأي محل، لا بسوريا حسمت، لا بلبنان حسمت، ولا بالعراق، ولا باليمن، ولا بالبحرين، ولا بأي محل آخر بعد المعارك مستمرة وبعد حروب الاستنزاف مستمرة. والدول الكبيرة مستفيدة من هذا الوضع، يعني شو بيزعج أمريكا إذا شافت كل هالمجموعات عم بتقتل بعضها، كل أعداء أمريكا عم بيقتلوا بعضهم، يعني شو بيزعجوا؟ ما في شي بيزعجوا. هالأمر ما بيزعجهم بس بيلتقي مع مصلحتهم؟ بيلتقي مع ما بيتناقض مع المصلحة الأمريكية اليوم بالمنطقة؟ اليوم وقت اللي بدهم يفرضوا هني اتفاق شرق أوسط جديد وبدهم يعني يفرضوا جغرافيا سياسية جديدة، إذا كانت هذه القوى منا مستنزفة فيها تقول لا وفيها تعطل هذه القرارات بيكون عندها كلمة، ولكن بعد بيكونوا كلهم منهارين ومستنزفين، ما هيك؟ بالآخر بصفي القبول بالأمر الواقع من أجل هو من أهين الأمور. لأجل ذلك اليوم هيام الصيف بالأخبار بتقول المشهد السوداوي الإقليمي يضع مصير الوضع اللبناني على المحك، تعكس بمقالة وجهتي نظر بموضوع الرئاسي يلي عنوانت عليه تشاؤل بين التفاؤل والتشاؤم بقرب الحال الحالي. بتقول في رأي يعتقد أنه حدة الأحداث الإقليمية واحتمال نضج تسوية أمريكية روسية مجددا قد يكون مناسبة لإمرار الاستحقاق الرئاسي، يعني يمكن بيكون لبنان هو مكان لترجمة حسن نوايا بمحل معين، وبين قائلين أنه أفق الرئاسي لا يزال مقفلا ودونه عقبات كثيرة. يمكن حضرتك بتشاطر الرأي الثاني. أنا بقول أنه يعني مثل ما قلنا أنه في حركة داخلية لبنانية عم بتحاول انه هي تخلق فسحة امل بموضوع الاستحقاق الرئاسي، ولكن التشاؤم هو انسداد الافق الاقليمي وانسداد الافق الدولي، وفتنا بمرحلة الانتخابات الرئاسية الامريكية اذا ما نستنظر شيء قبل 2017. طيب رح اسألك، هل بتشوف المرحلة اليوم بتشبه اي مرحلة من مراحل مر فيها لبنان على مدى التاريخ يعني اللبناني، وقدر يمكن بمحل معين يخطف لبنان الفرصة ويرجع يلبنن عناوين؟ لا اليوم الوضع مختلف تماما، يعني إذا بدنا نشبه احنا وضعنا لا وضع ال 88 مثلا 1988 وضع مختلف تماما. اليوم المنطقة كلها عم تولع، الحرب مندلعة بكل دول المنطقة، عم نشوف انه الأمريكان والروس يعني عم بيتبادلوا الرسائل بين بعضهم، الرسائل الأمنية والعسكرية بالمنطقة، صحيح في حوار ولكن بمكان آخر في مواجهة مع بعضهم، في حرب استخباراتية طويلة عريضة، في عرض عضلات، في تجارب لأسلحة جديدة، الروس عم بيجربوا أسلحتهم، عم بيعرضوا عضلاتهم، في مصالح كبيرة. اليوم لبنان يعني لا يشكل بهيدي الحسابات، ما بيشكل نقطة ببحر يعني.
إذن على ماذا تعول فرنسا عندما توفد وزير خارجيتها الأسبوع المقبل إلى لبنان؟ هل من أجل الرئاسة أم من أجل مواضيع أخرى؟ لا، مش من أجل الرئاسة، لأنه فرانسوا هولاند يعني رئيس فرنسا وما قدر هو يفتح ثغرة بهذا الملف. نعم. فكيف أنه وزير خارجية يعني شو بده يقدر يعمل؟ الهدف الأساسي لزيارة وزير الخارجية والحركة الفرنسية باتجاه لبنان هو ليشوفوا كيف ممكن أنه يدعموا النازحين السوريين بلبنان. هذا همه يعني الطرح اللي جاي فيه هو أنه نحن شو فينا نخلق، يعني جايين بفكرة جديدة ومبادرة جديدة أنه شو فينا نخلق مشاريع للبنانيين بلبنان ويشغلوا فيها السوريين، هيك أنه بنضمن أنه نكون يعني موضوع النزوح يلي بشكل قلق ورعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي كان على الصعيد الهجرة ولا على الصعيد الأمني. إذن خلوا النازحين بأماكن وجودهم، تيخلوهم بأماكن وجودهم عم يفتشوا كيف ممكن يخلقوا لهم مشاريع إنمائية يعيشون منها تيشجعون يضلوا حتى لا يضطروا للمغادرة. هيدي نقطة يعني. ونقطة تانية كمان عم بيجربوا أنه هن يدفعوا باتجاه الاستقرار الأمني. نعم. بهذه الدول، لأنه اليوم لا سمح الله إذا بصير في خضة كبيرة بلبنان أمنية، هودي النازحين كلهم وين بيصيروا؟ بيصيروا على أبواب أوروبا، لأنه النازح ما بضل قاعد، هيدا مش القاع لحتى الأولاد القاع يحملوا بوريدهم ويروحوا يسهروا ليل نهار ليدافعوا عن أرضهم. بالنهاية هودي النازحين أي تهديد أمني معين بيصيروا المليون ونص يلي عندنا بيصيروا على أبواب أوروبا، وهذا الشيء اللي ما بدهن إياه الأوروبيين. كرمال هيك عم بيتعاونوا معنا إن كان بالمساعدات العينية والعسكرية والأمنية والتدريبات وتبادل المعلومات، ما هيك كل هالأمور هيدي في سبيل أمن أوروبا ومصالح أوروبا. بين قوسين بموضوع النزوح، تجنيس قرار تركيا بتجنيس نازحين سوريين، هل يجب أن يقرع جرس إنذار بالنسبة للبنان أم ما له علاقة ما له علاقة؟ هو بيخوف، هذا الموضوع بيخوف لأكثر من سبب. هلا بدون شك انه قد ايه الحجم يلي عم يحكي عنه التركي، شو عم بيفكر، قد ايه بده يجنس كل، اذا عنده ملايين بده يجنسهم عنده، وهالملايين اللي عنده اكيد انه هن كلهم ضد النظام السوري، انه عم بيعملوا تغيير ديموغرافي كبير انه بشكل انه تتغير وجه سوريا، ما هيك؟ طيب انه هالمفروض كمان على لبنان انه هو يستوعب هؤلاء النازحين ويجنسون، اكيد ما في شيء بيلزم يعني الامم المتحده، يعني هالشيء ما بيعني، لا ما بيعني هذا الشيء، خاصه انه كل اللبنانيين ضد هذا الموضوع. هذا الموضوع رندا تقي الدين باي حال كانت نقلت عن زياره وزير خارجيه فرنسا انها لن تحل معضله الرئاسه اللبنانيه، لن تاتي بمبادره معينه، ولكن فرنسا بالرغم من معرفتها انه التعطيل يأتي من حزب الله ومن إيران ستستمر بالتحرك والعمل إلى أن تأتي اللحظة التي تتوافر فيها شروط حل هذه المسألة. بس كمان بما يتعلق بالدور الفرنسي، تبحث فرنسا عن دور لها في المنطقة بظل إعادة دورة صغير، صار دورة صغير وخطوة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل أو بآخر على هذا الدور وعلى ملفات المنطقة؟ لا بطريقه غير مباشره، لا ما بتاثر، ما لها علاقه، موضوع بريطانيا ما له تاثير بلبنان وبالشرق الاوسط. على كل حال يعني اليوم البريطانيين هن ندموا انه يعني دحروا، حتى في اكثر من مليون ونص بريطاني من الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الاوروبي اليوم اعادوا النظر وندموا لانه هن اخذوا. شو اللي خليهم ياخذوا هالقرار بتقديرك، يعني علما انه شريحه العمريه لمن صوت مع الخروج من الاتحاد الاوروبي هن الكبار بالسن، هم القرويون؟ في عده عوامل، مثلا احدى العوامل انه الحملات الاعلاميه، مثلا حزب الاستقلال كان عم بيركز انه الخروج من الاتحاد الاوروبي بيوفر لنا 350 مليون استرليني، يعني بحدود النص 500 نص مليار دولار بالسنة، وتبين انه هيدي الارقام كانت غلط، وقدم استقالته رئيس الحزب اللي قاد العملية، يعني عملية خروج بريطانيا. هذا امبارح قدم استقالته لانه كانت الارقام غلط. بعدين كتير من البريطانيين كانوا حابين هن يوجهوا رسالة للاتحاد الاوروبي انه سياسة بروكسل مش كتير هن راضيين عليها، بس ما كانوا حابين انه يروحوا الى
إلى أقصى الخيارات والخروج من الاتحاد الأوروبي. اليوم إذا بتعيدي هلأ إذا بتعيدي الاستفتاء بتطلع غير أرقام ولكن ما بيقدروا يعيدوا ببريطانيا. ما بتصير هيدي أنه كل يوم يعملوا استفتاء، ولكن في خيارات عديدة، يعني في 3-4 خيارات عندهم. إحدى الخيارات، في خيارات لتلطيف هذا الخروج أو للتخفيف، ممكن أحد الخيارات أنه يعني يضلوا يجمدوا الموضوع، ما ضروري يعني يفوتوا بآليته التنفيذية. نعم، بس الاتحاد الأوروبي يطالب بالإسراع بالإجراءات. طبعا عم يضغط عليهم لأنه للبريطانيين في خيارات عديدة بهذا الموضوع، ويعني بدهم إذا بدهم يظهروا من الاتحاد الأوروبي وأقصى عجلة بدهم سنتين، لأنه هن بحاجة لكثير من الاتفاقات الدولية، لأنه كل الاتفاقات الدولية اللي صارت من خلال الاتحاد الأوروبي. اليوم بريطانيا بترجع تعيد كل المنظومة عن جديد، يعني في إرباك كتير كبير. هل هالشي كمان ببريطانيا هذا ما موجات تأثير على لبنان؟ انفصالية ممكن يخلق في المرحلة المقبلة. هو يشجع يعني الحركات اليمينية المتطرفة يعني بأوروبا، أنه هي طالب بموضوع الاستقلال. هلأ على المدى القصير ماني شايف أنا بعد الندم الأوروبي أنه بعد الندم البريطاني أنه الباقيين يكونوا محمسين لطرح الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبي. على كل حال اسمحي لي بس قول شغلة صغيرة هون، أنه بشباط الماضي وكالة ستراتفورد للاستخبارات الاستخباراتية، يعني هي أمريكية، نشرت تقرير بتقول فيه أنه خلال 10 سنوات اللي جايين الاتحاد الأوروبي رح يصير ذكرى، ورح يتقسم الاتحاد الأوروبي إلى 4 مناطق، إلى 4 اتحادات. يعني أوروبا كلها بدها تنهار كاتحاد، بده يصير في 4 اتحادات منفصلة ما لها علاقة ببعضها. كما أنه هذا التقرير، طبعا هذا التقرير منه يعني أنه مبصر، يعني عم بيتوقع هذا التقرير مخابراتي مبني على معطيات، على أرقام، على تحاليل، على يعني دراسات. بيقول حتى أنه روسيا، الاتحاد الروسي من هون لعشر سنوات لن يبقى الاتحاد الروسي، يعني رح تضعف الدولة وسلطة الدولة، ويطلع في كيانات مستقلة ويفرط الاتحاد حتى الروسي. وأكثر من هيك بتوقعوا كمان الاستخبارات وكالة ستراتفور أنه قد يضطر الجيش الأمريكي للتدخل في روسيا لحماية المنشآت النووية، منعا أنه توقع بين إيدين يعني مجموعات انفصالية وتشكل خطر على الأمن العالمي. يعني اليوم وبيقولوا كمان أنه في كثير من الدول أو عدد من الدول العربية ستختفي عن الخارطة السياسية. هل لبنان من بين هالدول؟ ما نكون ذاكرين هن أسامي، بس أنه نحن علينا أنه نحصن بلدنا، ما نضلنا نحن مثل ما ماشيين هون أنه منقسمين على حالنا بكل كبيرة وصغيرة، يعني ما في شيء قادرين نتفاهم نحن عليه. هيين بالأمور الصغيرة فيما الأمور الكبيرة. تصوري أنه إذا كان موظف برتبة مدير عام، إذا هو ونائب المدير بده يمضوا سوا على ورقة، ولا هو وحده لازم يمضي على هالورقة، مش قادرين نحلها. صرنا 6 أشهر. يعني هلأ يبدو أنه قصة التمديد لقائد الجيش رح ترجع تتفاعل بالمرحلة المقبلة، وثلاثية الرئيس نبيه بري بقاب كمان على ماذا يعول فيها، والنفط يلي نحل بمعجزة بعد ما نتوقف مع تاني فاصل لحظات ونعود. إذا مجموعة من الملفات سنناقشها بهذا القسم الأخير. أستاذ سولاج، رئيسية النهار ركزت على أن عنوان التمديد لقائد الجيش واقع لا محالة إذا استمر الشغور الرئاسي على حاله، ولكن بدأت المواقف تتوالى حول ضرورة يعني عدم التمديد وتعيين قائد جديد للجيش، لكن المصادر تقول أنه ثمت سعي للاتفاق على سلة متكاملة من الحلول، ومن الأفضل حاليا عدم تناول الموضوع بالإعلام لأنه بيأثر بمعنويات العسكريين. هل المعركة المقبلة هي معركة التمديد لقائد الجيش؟ ما في معركة، المعركة هي ضد الإرهاب. مين مع الإرهاب ومين ضد الإرهاب؟ اليوم وقت اللي بيكون في عندك معركة على الجبهة، ما بتجي تفكري أنت بدي غير قائد وحط قائد محله، خاصة وأنه هذا القائد يشكل ضماني
لمكافحة الإرهاب وضماني لمحاربة هؤلاء الإرهابيين يلي من الممكن بأي لحظة أنه يعملوا خرق بأي مكان، وتبين أنه في خبرة كتير كبيرة وفي حزم وفي جدية وفي نجاح أثبتوا العماد جان قهوجي خلال كل هذه الفترة. نعم، ولكن الأمر كان مماثلا قبل سنتين وشفنا شو صار، حملة على العماد قهوجي اللي صار ضد التمديد له، اللي صار كان على خلفية انتخابات رئاسة الجمهورية. اليوم الأمر اختلف، اليوم ما اختلف الأمر، ولكن يعني أقل حدي بهذا المجال. العماد جان قهوجي ما في مشكلة على موضوع يعني الاستفادة من حكمته وخبرته وحزمه وقيادته، موضوع التمديد رح يمرق بدون وجع راس وبدون مشاكل، بدون مشاكل، لأنه التيار الوطني الحر لن يعترض على خطوة التمديد، ولكن مصادره ترى أن لا موجب حقيقي للتمديد وأن التعيين ممكن. يمكن هذا يلتقي مع ما في مشكلة أساسية، حتى يعني بعض الأمور اللي تسربت بالإعلام أنه من الممكن أن يكون في معركة على هذا الموضوع ما ندقيق كتير. بالنسبة لجرح القاع يلي قالت السيد إلهام فريحة اليوم بالأنوار أنه ما زال ينزف، وجرح التهويل والرعب من عمليات انتحارية بسائر المناطق ما زال جاثما على صدور اللبنانيين، فكيف ستكون المواجهة؟ شو كانت قراءتك لاستهداف القاع أستاذ سولاج، وقراءتك أيضا لما رأيناه من بعد ما جرى في القاع من مظاهر للأمن الذاتي ومن مواقف دانت يمكن عودة هذه المظاهر؟ يعني خلينا نفصلهم بالأول، هل القاع هي كانت المستهدفة؟ تقديرك هذا السؤال. أنا بقول أنه القاع دفعت هي ضريبة الدم عن كل لبنان وكل اللبنانيين، لأنه مش منطقي أبدا أنه 8 عمليات انتحارية بذات المكان بذات اليوم، يعني من أجل ماذا؟ أنه القاع شو بتشكل؟ إذا كانوا بدوا يحتلوا القاع مثل ما بعض يعني المحللين قالوا تينطلقوا منها إلى يعني يدروها كنقطة ياخذوها كقلعة ويعملوا حرب على القرى المجاورة، مش مزبوط، لأنه مش الاستهداف تبعها بعمليات انتحارية. ممكن أن المدفعية يلي عندهم الإرهابيين ممكن أنه هن يطالوا القاع بعملية القصف والآخره. يلي صار هو أنه على الأرجح أنه كان في المجموعة الأولى من الإرهابيين كانوا عندهم أهداف باتجاه مناطق أخرى، قد تكون بدو ينطلقوا كانوا من القاع ليروحوا على مناطق مجاورة، كان في بتعرف احتفالات ليالي القدر وفي يعني بعلبك وغير بعلبك وهيك، أو أنه بدو يجوا كانوا باتجاه بيروت للقيام ببعض العمليات. وفي تقارير كان عند مخابرات الجيش أنه في من الممكن أنه بالحازمية أحد المجمعات التجارية ممكن يصير في عليها عملية، وبمنطقة الكازينو ممكن يصير في عملية أخرى وإلى آخره، وانكمش ناس وتحقق معهم وإلى آخره. فوقت اللي انفضحوا هالإرهابيين هودي اضطروا أنه يفجروا حالهم، وهيدي عمليات الظاهر كانت حتى بدائية أنه أحد الأشخاص حاول أنه يفجر هذا، ما كان ينفجر معه الحزام الناسف من خوفه، كلهم أولاد صغار أنه أوصوا لانفجر فيه. هذا على جانب. جانب آخر يعني موضوع الأمن الذاتي، يعني واحد فات على بيته أنه ما بيحمل سلاح، أنا ما بحب منظر السلاح يعني ولا أؤيد منظر السلاح، بس لماذا التركيز على هذه النقطة والتغاضي عن مظاهر أكثر؟ طبعا أنه حتى يعني المسؤولين السياسيين المعنيين بالأمن مباشرة يعني مرقوا على حواجز غير شرعية ليصالوا على القاع، ما شافوها، بس شافوا أنه في كم بارودي حملون أولاد القاع. نعم. يعني هاي كبروا كتير هيدي المسألة. ثالث نقطة كمان يمكن تكبيرة هو لتبرير السلاح الآخر يلي أشرت له أستاذ سولاج، يمكن مقصود أنه نحن مثل ما نحن عنا أنتم عندكم، أو وجود سلاحكم ببرر لنا بقاء سلاحنا؟ لا، ما بيريح كتير الحزب يعني أنه يصير في نوع من عمليات تسلح ذاتي، وإن نعم. أنه بفترات ماضية الحزب يعني عرض على كتير من أهالي القرى الحدودية أعطاهم سلاح لا يتسلحوا في سبيل الدفاع عن نفسهم في مواجهة الإرهابيين. هلأ من المظاهر المؤلمة أنه كل واحد كان شرب الدهر عليه ما هيك ومضى،
شفناه على التلفزيونات، بلش بوقف عنترية ويحكي عن القاع، هو ما بيعرف وين القاع بحقيقته، منه زير القاع. ما شفنا غير هالسياسيين يلي منين جابوهم، من اي خزين فتحوهم وطلعوهم على التلفزيونات وصاروا يحكوا، بدل ما كان ينحكى مع اهالي القاع ليشوفوا معاناتهم مشاكلهم، كيف فينا نعززهم وجودهم. طيب راحت القصه وراحوا معه، نسيوا للقاع، ما حدا عمل شيء غير شويه حكي، بالوقت اللي مؤسسات مارونيه هي يلي راحت على هذه البلده اللي بغالبيتها كاثوليكيه، راحت وقفت معهم وشافت كيف بدها تدعمهم. هل معقول لحد اليوم القاع ما حدا التفت فيها انمائيا؟ ما في كهرباء، ما في مي، انه هودي الشباب يلي طالعين يوقفوا على حدود ضيعتهم، يسهروا الليل للصبح، ما في كهرباء تضويلهم، انه الدوله هي مع الارهابيين ولا مع اهالي القرى الحدوديه؟ يمكن مش بس بالقاع، عم بحكي والقرى الحدوديه كلها، باي حال انا بتمنى انه هالسياسيين يلي من وقت لوقت يعني بيكون نساهم الراي العام وبيطلعوا على التلفزيونات ليعطوا افكارهم النيره، بلكي كمان بيتعرفوا شوي على لبنان، بيروحوا على هالمناطق، على القرى الحدوديه مثل القاع وغيرها. مين عم تقصد؟ كل كانوا كتار اللي شفناهم، ما ضل في حدا بلبنان ما حكي. موضوع النفط، اول شيء بتوافق على توصيف الاتفاق بين الرئيس بري والوزير باسيل بالمعجزه؟ بدها معجزه انه تيصير في اتفاق. ايه صار الاتفاق. لا ما صار، هذا مش اتفاق بمعنى الكلمه. بتخاف من الشيطان بالتفاصيل؟ لا مش شيطان، يعني هي كلها شياطين القصه. يعني اليوم اذا جيتي، اجى الوزير جبران باسيل بيطرح مبادره يعني عند الرئيس بري وقال له في هذا الموضوع، برأيك ماشي شيء تاني؟ الرئيس بري انسان حكيم وذكي وبيمشي معه، ما عنده مشكله، بمشي معك للاخر لنشوف وين بدها توصل هيدي. نعم. هلا اذا كان هذا الموضوع خلفيته رئاسيه، انه نحن يعني بنجرب انه يعني نفتح مع الرئيس بري من خلال هذا الموضوع، بدها تبين الامور. إذا ما مشيت الأمور على صعيد كرئاسي، ما مشي الرئيس بري بالخيار الرئاسي مثل ما يمكن ربما مفكر التيار الحر، ساعتها ما راح يمرقوا له المراسيم التنظيمية للرئيس بري، مثل ما راح يسهلوا له يعني أنه تمرق المراسيم التنظيمية وهيك. إضافة إلى أنه موضوع النفط موضوع شغلة طويلة عريضة، يعني إذا قلنا نفط مش معناته أنه بكرة الصبح صار في نفط، مش قبل أولا موضوع البلوكات، موضوع البلوكات إذا بلازموها كلها ولا بأي أجزاء منها، هيدي نقطة وحيدة ربما اتفقوا عليها بهذه المرحلة. ولكن ترسيم الحدود مع إسرائيل كيف بتعملي؟ ترسيم الحدود مع أبروس كيف بتعملي؟ يعني في مواضيع كثيرة. بعدين هل النفط الجدوى الاقتصادية منه بهذه الأسعار اليوم شو هي؟ طب هل في مصلحة للبنان أنه هو يستثمر مليارات الدولارات ليفوت بالآخر يستخرج هذا النفط يلي يكون كلفته أغلى من ثمنه؟ هل بيتحمل لبنان؟ مش عارفين بعد إذا في نفط بالأساس، مش مأكد أنه في نفط. فإذاً قلت يمكن أنه المؤايدة تكون بملف رئاسي. سابين عويس بجريدة النهار، مش مؤيدة بقدر ما هي إذا بدك انتظار يعني محاولة، يعني وردي هيدي إذا بدك وردي جزرة وردي خليني أسميها أنا من العماد عون للرئيس بري. سابين عويس تشير لأنه اللقاء غير مرهون بالاتفاق بل بقانون الانتخاب، أنه رئيس المجلس لا يزال ينتظر أجوبة الجنرال بموضوع قانون الانتخاب. بس الجنرال ناطرهم كلهم، ما حدا رح يعطيه شيء، مش ناطرينه كمان للرئيس بري. هيدي قصه قانون الانتخاب، هيدي قصه دويخه، كله عم يلعب يعني مع كله. هيك اليوم هالمجلس النيابي اللي هو بيمثل القوى السياسيه الاساسيه بالبلد، طيب ما حدا منهم مستعد انه هو، وهذا شيء طبيعي، ما حدا رح يجي يقبل بقانون انتخاب يخسروا او يخفض له حجمه التمثيلي بمجلس النواب. كل واحد عم يطمح انه هو يزيد حصته التمثيلي بمجلس النواب. طب انا اذا اخذت حصتي، اذا القوات زادوا حصتهم التمثيليه بدها تكون على حساب حدا ثاني، هل حدا ثاني موجود مجلس النواب ما راح يقبل يسهل له هالمهمه هاي؟ اذا موضوع قانون الانتخاب هو من اصعب المواضيع يلي ممكن انه
الى اولى حل، اصعب من رئاسة الجمهورية. بالدول الثانية كيف بتصير الامور؟ بقلك لانه كل دول العالم، يعني السياسيين بكل دول العالم، ما في حدا تباوي يعني بالنهاية. لا، هي دول العالم المتحضرة كلها تجي بتقول ما هو افضل قانون انتخابي. لا صحة التمثيل للناس. نحن عم نجي نقول ما هو افضل قانون انتخابي يلي بيعطيني لألي احسن حصة، يلي بيكبر لي حجمي لألي. هذا الموضوع هون يعني في خلاف كتير كبير من ناحية الفلسفية للموضوع. ده التفكير بالموضوع قبل عشية يعني الانتخابات النيابية أو قبيل الانتخابات النيابية. التيار الوطني الحر عم بخوض معركة داخلية لاختيار من سيرشح للانتخابات النيابية المقبلة. كثرت التكهنات حول جدوى هذه العملية بظل كون نتائجها غير ملزمة لرئيس التيار جابرييل مراد بجريدة البلد تحت عنوان قاعدة التيار تختار مرشحيها مستحقون أم جوائز طردية. شو جدوى الانتخابات اللي عم يعملها التيار الوطني الحر برأيك؟ على أي محاولة إيجابية لإشراك القاعدة بالخيار، بس قرارها غير ملزم القيادي. خيار غير ملزم، ولكن رئاسة الحزب أو العماد عون بدون شك أنه في كثير من المناطق من الممكن أنه هو يأخذ برأي القاعدة الشعبية. الوزير جبران بسيط تقصد؟ خاصة رئيس التيار. رئيس التيار، وفي الرئيس عماد التيار. إيه يعني نعم. هذا طبعا القرار هو عند الرئيس عماد عون، يعني الله يطول بعمره. أكيد أكيد عند العماد عون. أكيد أكيد أكيد، لأنه ثبت بالانتخابات البلدية أنه التيار أصبح يعني إذا بدك تيارات، تيار أصبح نعم. تيارات وإلى آخره، فاستفادوا من هالتجربة هاي وعم بيجربوا يعملوا شيء إيجابي على صعيد اختيار ممثلين للانتخابات المقبلة. رح نختم الحلقة بصرخة يمكن وجهها اليوم دكتور مروان سكندر بجريدة النهار، بيقول المواطن اللبناني مخدر لا يناقش بالفعل السياسات التي يرسمها السياسيون، ويدعو اللبنانيين يقول لهم عليكم أن تستفيقوا وتحاسبوا بالفعل لا بالصوت في الشارع فقط. عندك تعليق أخير قبل ما نختم الحلقة؟ التعليق أنه يعني الطبقة إذا بدك الناشطة عم بتزيد شوي شوي، شفناها بالانتخابات الأخيرة، ولكن بعدها غير كافية لا تصحي هالطبقة السياسية يلي هي بتشكل بحد ذاتها نوع من المافيا، يلي هي كامشي على صدر البلد، كامشي كل شيء بالبلد، يعني خانق البلد. واللبناني حقيقة شو الصمود العظيم اللي عنده تقدر يتحمل هال مخدر. يعني أكثر من مخدر، صار المواطن اللبناني عايش حالي أشبه بالمريض يلي معه مرض السرطان ومضطر انه هو يتعايش معه لهالدرجة، ما قدر يعمل له شيء، ما قدر يعمل له شيء. بدي الفت انا بس الانتباه انه ارادة الحياة عند اللبنانيين هي اقوى من كل ارهاب واقوى من كل المافيات السياسية، بدليل انه شفنا نحن انه بعد يعني وقت اللي كانوا عم بيحكوا انه في ارهابيين وبدون يفجروا وبدون هذا، كل الشائعات اللي كانت عم تجرب ترعب اللبنانيين، شفنا نحن مهرجانات دبي كيف انطلقت بزخم وكيف الشعب اللبناني نزل بهذا الزخم وكأنه عم يعمل 14 أدار جديدة نازل لا يتحدى الإرهاب. ولا يقول نحن شعب بتليق فينا الحياة. شكرا لك أستاذ جورج سولاج، من جديد بدي حيك وعيدك وعيد المشاهدين. شكرا وإلى اللقاء.